اوف ذا فيجوال فيلد. ايوه الاوبتيك ديسك. الاوبتيك ديسك هو الفيسيولوجيكال بلايند سبوت اوف ذا فيجوال فيلد. امال ليه ما بنلاحظش في الفيجوال فيلد في نقطه عمياء في بلايند سبوت فيسيولوجيكال نوت نوتس، لا تلاحظ لا ترى؟ لما بستخدم عينيا الاثنين احنا عندنا حاجه اسمها باينوكولار فيجن، عندنا منطقه اسمها جريت اوفرلاب بين التو فيجوال فيلد. وكمان الاوبتيك ديسك اللي هو البلايند سبوت، هو بلايند سبوت ليه الاوبتيك ديسك ده؟ اصل الاوبتيك ديسك لو انا قلت مثلا هو مكانه هنا كده، ده مكان خروج الفايبرز بتاعه الاوبتيك نيرف، ما فيهوش فيه هنا ريسبتورز، فالمفروض ان يبقى فيه نقطه مش شايفها في الفيجوال فيلد. قلت لك لا، ما بنشوفش هذه النقطه لان عندنا تو فيجوال فيلد بينهم جريت اوفرلاب. لكن رقم اثنين الاوبتيك ديسك هنا والاوبتيك ديسك الناحيه الثانيه في الاي الناحيه الثانيه تو نوت تو كورسبوندنج بوينت، مش نقطتين متماثلتين في الريتنا. ولذلك ما نلاحظهاش لو انا بستخدم عينيا الاثنين. طب ليه لما بستخدم عين برضه ما بلاحظش الفسيولوجيكال بلايند سبوت دي؟ مش في حته اسمها اوبتيك ديسك خاليه من الريسبتورز؟ مش عليها فوتو ريسبتورز؟ فليه في الفيجوال فيلد انا مش شايف قدامها في النقطه التي توازيها كده هنا، مش شايف نقطه سمراء سودا؟ مش واضحه الفيجوال فيلد؟ واضح ما عدا نقطه سودا فيه، لان احنا عندنا يا شباب حركه للعين مستمره، حاجه اسمها فاين موفمنتس بتحصل فيسيولوجيكال، حاجه طبيعيه جدا، فاين موفمنت للاي لا تلاحظ. فهنا هو يا شباب لا تلاحظ هذه الفسيولوجيكال بلايند سبوت، ولكن لها اختبار سال فيه احد الدكاتره السنه اللي فاتت. الاختبار اسمه ازاي بقى نقول ان حضرتك احنا نمتلك فسيولوجيكال بلايند سبوت، في اختبار لاظهارها كان بيتستد باي كروس اند سيركل اكسبيرمنت. كروس اند سيركل اكسبيرمنت بنقربها من العين، بس خلي بال حضرتك عين عين، احنا بنقول لحضرتك انت مغمض، مغمض عين ومفتح عين التانية، وقربها من حضرتك وانت بتبص على الكروس، بس السيركل دي في الفيجوال فيلد في مجال الرؤية، بس انا هنا هوت لما ببص على، انا دلوقتي في مجال الرؤية فيجوال فيلد، لكن انا ببص على سامح، سامح هنا هوت مركز صورته في الفوفيا سنتراليس، فانا هنا هوت ببص على الكروس، ما هي السيركل برضه ظهرالي في الفيلد، مفيش فيها مشكله، شايفها برضه، بس انا ببص على الكروس وابدا اقربها من عين، انا شايف اثنين، بس انا ببص على الكروس، اقربها من عيني، اقربها من عيني، اقربها من عيني، في لحظه ما تختفي السيركل، تختفي النقطه دي، اللحظه اللي اصبحت بالتوازي قدام الاوبتيك ديسك، تقربها اكتر من كده تخرج من المجال اللي كانت مختفيه منه وتعود وتظهر وتشوفها تاني. فده دليل واثبات ان احنا نمتلك بلايند سبوت، فيسيولوجيك بلايند سبوت بتختبر بحاجه اسمها كروس اند سيركل باستخدام عين، عين مغمضه وعين مفتحه، وببص على هذا التشارت الكروس اند سيركل واقربها من عيني، اقربها من عيني، الكروس قدام الفوفيا، ولما تصبح مع ما انا بحركه التقارب دي، لما تصبح السيركل قدام الاوبتيك ديسك تختفي، تقربها اكتر تبان، لعبه اسمها كروس اند سيركل اكسبيرمنت. هي ايه وظيفه الكونز؟ خلي بال حضرتك في الفيجوال اكويتي احنا كلامنا على الكونز اصلا، الكونز بتاعت الكلير فيجن بتاعت الفيجوال اكويتي، كونز كلير فيجن اللي هو الفيجوال اكويتي، كونز اللي موجوده في السنترز بتاعت الريتنا، كونز اللي مسؤولة عن الفوتوبيك فيجن، المين ريسبتورز للفوتوبيك فيجن الرؤية النهارية
provision. ولذلك ممكن في العمل يتسأل ايه السيرز اوف كلر فيجن؟ ترايكروماتيك ميكانيزم او يانج هيل مونت ثيوري والنيورال ميكانيزم او كلر باسواي. وتسأل في الكلر بلايندنس وماله؟ وكيف يتم اختبار هذا الكلر بلايندنس؟ باي إشهارة. وإشهارة جبنا صورة لها اهي، ادي الاشهارة تيست، الاشهارة تشارت اللي بنختبر بيه الكلر بلايندنس. فلا بد ان انا اكون مراجع سريعا بقى، يعني في الكلام النظري اكون قاريه سريعا اللي له علاقه بالعمل، كلر بلايندنس والكلر فيجن كسيوريز. الفيجوال بصوير له علاقه معايا مهمه في العمل، الفيجوال بصوير البصوية يا شباب الفيجوال بصوي سريعا جدا، يعني علامات سريعة كده هوت بسرعة. الفيجوال بصوي ريتينا فوتو ريسبتورز ثم الفيرست اوردر نيرون بايبولر سيلز في الريتينا، السكند اوردر نيرون جانجليون سيلز برضه في الريتينا، ويطلع الفايبرز بقى الاكسونز بتاعت الجانجليون سيلز دي تكون لي هنا الاوبتيك نيرف، ثم يحصل هنا كده كروسنج للنيزال فايبرز ولكن انكروسنج للتمبورال فايبرز، ويكون بعد كده في الاوبتيك كيازما، ويكون بعد كده اوبتيك تراكت. الاوبتيك تراكت يتكون من تمبورال فايبرز اوف ذا سيم سايت ونيزال فايبرز اوف ذا اوبوزيت سايت، ونوصل لغايه اللاترال جينيكولت بودي في الثيرد اوردر نيورون، ومنه الى اوبتيك راديشن عن طريق الانترنال كبسول نوصل للفيجوال كورتكس اريا 17 نشوف بيها ونشوف بيها الالوان، ونعمل الفيوجن اوف بوس ايمج اللي احنا شايفينهم بعينينا الاثنين باينوكولار فيجن، ونوصل الصوره ل 18 و 19 نترجم الصوره اللي شايفينها ونعرف ما وراء هذه الصوره ايه بترمز ليه. يبقى ده كده اسمه الفيجوال باسوي. لكن اللي يهمني في العملي هو الليجنز بتاعت الفيجوال باسوي، لانها متداخله مع البيوبيلاري لايت ريفلكس في الكلام. ليجنز اوف ذا فيجوال باسوي، ركز معايا في الحته اللي انا هقولها دي عشان فيها قصه الفيجوال باسوي تماما، الليجنز بتاعتها سهله. ده الفيجوال فيلد يا شباب اللي انا رسمه هو ده كده، نصه من بره ده كده اللي خارجي اسمه تمبرال ونيزل، نيزل وتمبرال لان النوزه هنا. خلي بالك المقابل للنيزل بارت دوت التمبرال بارت بتاع الريتنا، وده النيزل بارت ده مقابل للتمبرال بارت اوف ذا فيجوال فيلد. خلي بالك من المهم، الحته المهمه قوي دي. ده الفيجوال فيلد بتاعنا اهو، ده اسمه التمبرال بارت الخارجي، والنيزل بارت ده الجزء الداخلي. الريتنا ما هو ده برضه التمبرال بارت بتاع الريتنا، وده النيزل بارت. لكن الصورة لما تبقى في التمبورال بارت تقع هنا على النيزل بارت اوف ذا ريتينا والعكس. ركز معايا بقى في الليجنز. ايه رأي حضرتك لو انا جيت هنا قطعت في الاوبتيك نيرف ده بتاع العين دي، نفترض ده انا كده واقف كأنها العين اليمين دي الرايت. لو قطعنا هنا الاوبتيك نيرف ده ليجن،
ايه الافكت اللي يحصل؟ مش هنشوف. بلايندنس في الرايت اي. طب لو جيت على الرايت اي ده وعملت بيوبيلاري لايت ريفلكس، لا استجابه. طب لو جيت على الليفت اي، خلي بالك العين اليمين هي اللي ما بتشوفش، لو جيت على الليفت اي وعملت بيوبيلاري لايت ريفلكس يحصل دايركت بيوبيلاري لايت ريفلكس، العين دي تحصل فيها كونستريكشن اوف بيوبيل. طب ودي برضه يحصل فيها كونستريكشن اوف بيوبيل اندايركت بيوبيلاري لايت ريفلكس، لان البيوبيلاري لايت ريفلكس الانيومس. انا جيت من العين الثانيه دي، العين دي اتقطعت الاوبتيك نيرف ما بتشوفش، بس انا جيت من هنا حطيت الاوبتيك، هنا جيت حطيت الطرش ونورت. طب ما انا قلت يا شباب اهو البصوي، مفيش اي مشكله خالص في البصوي، وواصل هنا اهوت مفيش اي مشكله عن طريق الكولاترالز للبريتكتال نيوكليوس اوف ميد برين، ورجعت عن طريق الاوكيلوموتور، راجع الاوكيلوموتور كده وراجع الاوكيلوموتور كده، انا جيت ناحيه البصوي بتاع البيوبيلر لايت ريفلكس ابدا. من الناحيه الثانيه لو بدات عملت اللايت ريفلكس من الناحيه السليمه تستجيب دي دايركت، ودي تستجيب الدايركت. لو قطعت في الاوبتيك كيازما هنا يا شباب في النص في السنتر، لا في السنتر تخلق تختلف في السنترز، لو قطعت هنا اهوت يا شباب في الاوبتيك كيازما انت قطعت انهي فايبرز؟ النيزل. بالراحه بقى كده اهوت، انا هرسم الفيجوال فيلد اهو، انت قطعت النيزل فايبرز، يعني دي كده اهوت اتقطعت فصلت، ما تشوفش التمبرا ده، ما بيتشوفش، ده اسود ظلام بلايند، نص الفيجوال فيلد مش ظاهر، كان عليه ستاره نازله. وهنا قطعت النيزل اللي في مقابله التمبرال هنا، صاحبنا ده لما نقطع هنا في السنتر في اوبتيك كيازما يبقى عنده حاجه اسمها بايتمبرال هيمينوبيا، هيمي يعني نص، وانوبيا يعني نص العمى، نص الفيجوال فيلد طاير الخارجي، فيسموه كانه بالظبط واحد ماشي بيبص كده من حته الدور. طب وبراهم مش شايف الفيجوال فيلد دي، الدنيا قفلت في وشه، فبقى عنده باي تمبرال هيمانوبيا، مش شايف اللي بره هنا ولا شايف اللي بره، شايف اللي في الوسط. انت قطعت هنا النيزل فايبرز، النيزل بتبص على التمبرال، يبقى التمبرال ده هو اللي يختفي من المشهد، الجزء النص ده طار، ونفس القصه النص الثاني اللي الناحيه الثانيه، فانت شايفه النص ده والنص ده، فيسموه اللي انا مش شايفه باي يعني اثنين تمبرال هيمانوبيا. لو في تيومر بيضغط من هنا من بره فاللي هينضرب التمبرال فايبرز اللي بتبص على النيزل، يعني النيزل هو اللي هيبوظ من الفيجوال فيلد. ونفس القصه لما اضرب من اول التيومر جاي بيزق من بره التمبرال فايبرز دي اهي اللي بتبص على النيزل، فيطير ده فيسموه باي نيزل هيمانوبيا، كأن واحد عامل كده مش شايف بقى اللي في الوسط، هو شايف اللي في الاطراف. لو جيت قطعت هنا الاوبتيك تراكت يا شباب، بس يفرق القطع فين؟ القطع قبل الكولاترالز بتاعت اللايت ريفلكس ولا بعد الكولاترالز بتاعت اللايت ريفلكس؟ يفرق الليجن، يفرق الليجن فين؟ قبل الكولاترالز بتاعت اللايت ريفلكس ولا بعدها؟ هنا لما اجي اقطع الاوبتيك تراكت، انت قطعت التمبرال فايبرز هنا بتاعت دي اللي بتبص على النيزل، فطار النيزل. ولما قطعت هنا الاوبتيك تراكت، انت قطعت النيزل فايبرز دي اللي بتبص على التمبرال. ايه ده؟ دول تو كورسبوندنج هابز بيسموها هومونيمس هيمانوبيا. بس تفرق لو كان القطع في الاوبتيك تراكت قبل الكولاترالز بتاعت اللايت ريفلكس، مفيش لايت ريفلكس. لكن لو الليجن هنا بعد الكولاترالز بتاعت اللايت ريفلكس، طب وايه المشكله؟ ما في لايت ريفلكس اهو زي الفل. لو الليجن في اللاترال جينيكولات بودي هيبقى زي الاوبتيك تراكت هومونيمس هيمانوبيا. لو الليجن في الاوبتيك راديشن هيبقى هومونيمس هيمانوبيا. لو الليجن في اريا 17 هيبقى هومونيمس هيمانوبيا بس with macular sparing، هيبقى الفيجوال فيلد عامل بالظبط كده، الجزء ده كده انت مش شايفه.
بيسموه مونيموس هيمانوبيا، بس سنترال فيجن از سيفد. اتلحق. اصل الماكيولا صعب قوي في الكورتكس انها تنضرب. اصل الماكيولا لها دبل بلاد سبلاي ووايد اريا اوف ريبريزنتيشن. فاذا في بلاد سبلاي انضرب وحصل فيه ليجن ثرومبوزس انسد، طب ما التالي سليم. فالماكيولا صعب اللي بتنقل السنترال فيجن انها تصاب في الليجن بتاع اريا 17. فيحصل ايضا هومون ماسيمانوبيا بس ويز ماكيولار سبيرنج. لو اريا 18 و19 انضربت يبقى الانسان عبيط. عبيط بمعنى انه هنا هو شايف قدامه صوره، شايف شايف، طب فاهم ايه؟ مش فاهم حاجه. مش فاهم. لا جواب فاهم محتواه ولا حتى صوره فاهمها، لكنه شايف. فاصل ونكمل ان شاء الله.